يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقاتنا من حلقات مسائي. اليوم حلقة جديدة راح تكون مميزة بالفنون الجميلة. راح نتكلم اليوم في حلقتنا عن فن المينودراما مع الفنان والمخرج المبدع عبد العزيز الحداد واهم المحطات الفنية خلال مسيرته العريقة في عالم المسرح والتلفزيون. ايضا راح نتكلم اليوم عن فن جميل جدا وجديد ما انا اصح لحد الحين ما دخل في الوطن العربي، هو فن الفوفيتشا او الفوفوتشا، وهو صناعه العرائس مع الفنان التشكيلي سعود الفرج ومصممه العرائس الجميله المتميزه رشا الحواجري. اليوم راح نشوف الكثير من التفاصيل خلال حلقتنا اليوم. ايضا راح يكون عندنا ان شاء الله في الاستديو عرض جميل لهذه العرائس او الدومه، وراح يكون موضوعنا اليوم ان شاء الله عن هذا الفن اللي هو يعرض لاول مره بالشرق الاوسط، وهو اسمه الفوفيتشا، وهو صناعة العرائس بين كرة الفلين والفوم والجل. راح تكون أيضا هذه المسميات الجميلة لهذه الكرة وهذه الدنيا على أساسياتها كلها ما أنا أصح من خلال تواجدهم معنا بالاستديو. لذلك أرحب فيكم وأرحب فيهم في الاستديو وأقول مساء الخير أستاذة رشا. مساء الخير، هلا والله. يعني صراحة كل اللي شفته حسيت أن أنا رجعت يعني 10 سنين شوية. الله يسلمك. 10 سنين في عالم الطفولة وعالم جميل من الدمى والعرائس. راح أخذ التفاصيل منك، لكن بعد ما أرحب وأقول مساء الخير أستاذ سعود. مساء الخير، حياك الله. ما سمعت عنك من أيام الدراسة. اهلا وسهلا، حياك الله ويانا اليوم. ونبدي معك أستاذة رشا، هذا الفن الجميل اللي هو فن العرائس، تعودنا دائما نسمع عن فن العرائس المتحركه. صحيح. الفلين او الدمى المحشيه. أيه. اللي صارت يعني نرعص الذكرى اول لما نضغط عليها اي لاف يو وتعمل حركات. ايوه بالضبط. زين الحين هذا الفن فن البوبوتشا، ممكن تكلميني عنه؟ اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكركم طبعا على الدعوه الكريمه. بالنسبة لفن الفوفوتشا هو يعتبر أحدث طريقة في صناعة العرائس أو الدمى. هو كلمة فوفوتشا الأول هي يمكن غريبة شوية. صحيح، أنا أول كلمة أحب أتعرف عنها شنو هي. صحيح، هي مشتقة من كلمة برتغالية اللي هي فوفو. فوفو بالبرتغالي معناها رقيق. حلو. ايه كيوت، لانه طبعا زي ما حضراتكم شايفين العروسه اللي بتطلع عندي بتبقى رقيقه، يعني عروسه شديده الرقه كمان، يعني سو كيوت. فمن هنا اشتق كلمه فوفوتشا، يعني العروسه الرقيقه. جميل. يعني التفاصيل هاخذها اكثر خلال تواجد معنا اليوم، واليوم حوارنا كل العاب والوان. صحيح. واشياء حلوه وجميله تهم البنات، وايضا ممكن تصير هدايا حق كل افراد العائله. صحيح. لكن صحيح. نقول استاذ سعود، تعودنا على حضرتك ان انت تكون فنان تشكيلي واساسا استاذ في المعهد العالي للفنون المسرحيه، لما تنحني وتروح شويه من الفنون التشكيليه وتروح الى ايضا فن جميل، يعني هذا المنحنى من الفنون التشكيلية إلى دعم وحب صناعة الدمى، شلون صار معك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا سعيد بلقائي معكم. بعدين قضية أني أنا كون أني مثلا بالفن التشكيلي أو في المسرح، فأعتقد أن حتى الدمى والشغلات هذه هي ايضا موجوده في المسرح ولها مجالاتها وفي مسرح العرايس وشغلات هذه. لكن اللي انا لفت نظري من ان الاخت لما التقيت او سمعت عنها في البدايه، سمعت عن اخت رشا ان عندها دمى كذا، اتوقعت كنت دمى عاديه هذا. لكن لما شفت الصور وبديت وشفتها بعدين على الطبيعه، لقيت لا، ان فعلا هذا فيه فن جديد ويستحق ان الواحد يهتم فيه ونفخر فيه احنا بصراحه، ان يكون عندنا انسانه تقدم عمل بالطريقه هذه يضاهي حتى الاعمال اللي بالخارجيه في اوروبا. فتشرفت انا معرفتها وقعدت معها وشفنا الطريقه شلون تسويها، الى ان الان بدات تسوي عندنا اكثر من دوره في معهدنا ارت اكاديمي. ابتدينا في الدوره الاولى في عمليه الفوفوتشا، فصراحه في اقبال عليها وفي لا تحرق علينا باقي الاسئله استاذ، عطني شويه على قولتهم بتنقص كل شيء، عطني معلومه معينه عن هذه الدمم. لكن اثناء حوارنا اليوم اكيد راح نتعرف اكثر على هذا العالم اللي هو عالم الدمى وعالم العرائس الفوفوتشا. لكن بدايه ممكن الواحد يسال، يعني انا كمشاهد عادي على التلفزيون، كيف وصلت لهذا الفن او شلون اكتشفت ان اساسا يوجد هذا الفن في محيط الفنون التشكيليه او الفنون العربيه؟ هو كان الموضوع بالصدفة بصراحة، يعني أنا كنت من حوالي سنتين أو أكثر من السنتين كنت بتصفح موقع
موقع بيع، فشفت دمية معروضة، يمكن كانت أول مرة في حياتي أشوف الشكل ده في الدمية يعني. وكمان اللي شدني أكتر إنه مكتوب عليها هاند ميد، يعني استفزني الموضوع إنه هاند ميد وبالشكل ده، فبدأت إني أبحث وراها يعني أشوف مين اللي عاملها، إيه إزاي وصل للنتيجة دي، إزاي ده عبارة عن إيه يعني الخامات. فوصلت يعني بعد أبحث وراها، لما وصلت للي مصممتها كانت فنانة برازيلية، كانت هي اللي مصمماها. صار بينك وبينها تشات او تعرفتي عليها او شنو رسلتيها بالضبط؟ بدات اني يعني وصلت لها، وصلت للموقع اللي هي كانت عاملاه وتواصلت معاها. قالت لي بعض التفاصيل، يعني قالت لي انه عندي كور، بستخدم كوره فلين، بستخدم عواد، بستخدم خامات، الا الماده الاساسيه لا. يعني قالت لي انه في ماده لما بنسخنها وبشدها على الكوره بتديني هي النتيجه، ده اصل الفوفوجة. حلو، فاكل السر ما قالتها؟ لا ما قالتها بصراحه. شو تبين السر؟ طيب استاذ سعود، اللي شدك حق هذا العالم انه هو شيء جديد منطلق الفنون التشكيليه او فنون الابداع اللي هي عامه كلها تعتبر فنون عندنا، بما ان حضرتك يعني استاذ في المعهد العالي للفنون المسرحيه، ممكن تحس انه باكر يكون لهذا الفن شان كبير عندنا بالكويت، الطلبه يبدعون فيه ويبتدي يصير في ناس معارض وكذي؟ والله انا قاعد اقول لك يعني هي الفنون كل يوم تفتح باب جديد، فما يمنع ان هذه الان في حجمها هذه انه ممكن تطور وتكون اكبر بمقاسات كبيره، وممكن تخصص فيها حتى في بعض تدخل من بعض المواد اللي عندنا في ماده التنفيذ المسرحي، ممكن تكون هذه من الشغلات اللي ممكن تضاف ايضا للطلبه وتدرس للطلبه وطريقه تنفيذها، طريقه، لانك انت الان حتى في مسرح العرايس محتاجه تطورين حتى مسرح العرايس. صحيح. يعني من متى احنا دائما نشوف بالخامات التقليديه اللي نشوف فيها المسرح العرايس، لكن هذه الخامه الجديده بصراحه فيها خامه، فيها ابداع، فيها ثقافه جديده فنيه، يعني صحيح. مثل ما يقولون الفن دائما يتقدم ودائما اشياء جديده، فاحنا نحرص دائما ان نكون نحتضن هذه الاشياء الجديده بصراحه. حلو استاذ رشا، انا صراحه مشاهدينا واحنا نرتب لحلقه اليوم، لما قالت لنا استاذ رشا ان هي عندها مجموعه من العرايس، صراحه انا قلت اكيد يعني البيبي دول اللي نستخدمها عاده ممكن صغار يلعب فيها او حتى الحين منتشره بالسوق، لكن لما شفت ان كل واحده من هذه الالعاب او من هذول العرايس لها قصه، يعني مثلا هذه احنا هي بنت تحب الكاكاو، لكن من كثر ما هي تموت على الكاكاو، راح اشرح عن استاذ رشا. يعني دمرت روحها، تشوفوا عندها الاسنانها، شوفوا يعني كانت كاكاو، هذا ما بقول لك اي نوع بس انا عجبني صراحه. شوف الطمع، واحده في ايدينها واحده في فمها، وفيها شطانه، فيها يعني فاني، حبيتها وايد. كلميني عن هذه يعني هذا النموذج. ده انا واخداه من ابني عمر لانه هو بيحب الكاكاو، لكن ما حبيتش اني احط له ولد علشان ما يعرفش انه الكلام عليه يعني، يعني غيرت شويه خليتها انه بنت تحب الكاكاو، وبعد كده هيحصل لها مشاكل انه اسنانها مثلا هتقع حركات. يعني حبيت اني اوصل له فكره معينه انه يعني ما ناكلش الكاكاو، يعني هتبقى كده عمر خدودها وفمها كلها متلوز وهيأثر بعد كده على اسنانك، وحبيت اني اوصل له فكره معينه او صراحة انه مش مع الحال، ولا اسمع من هنا طلع من هنا؟ لا اسمع من هنا وطلع من هنا الحمد لله. اكيد يعني كيف ابدا. استاذ سعود، لو تلاحظ ان الاشكال اكيد جذبتك انه يكون عندنا مختلف الفئات اللي ممكن تتعامل مع هذه الدميه او هذه العروسه من أصح. دعمك كان شلون حق استاذ رشا؟ والله دائما الاستاذ رشا اني فعلا انا اقتنعت في الشغل اللي سويته واللي شفته، انا حسيت ان هذا فعلا هذا عمل يستحق ان الواحد يوقف وياه، ففتحت لها باب المعهد وقلت بالعكس احنا نتشرف ان تنضم لنا وتسوي لنا بعض الدورات في هذا، لان الاشكال اللي قاعد تقدمها تحسينها اشكال قريبه للنفس وتحسينها اشكال معاصره وياش، يعني ممكن تشوفينها بالشارع، تشوفينها بالمستوصف، تشوفينها بالمدرسه، فبعض الشغلات هذه اللي قاعد تعطينا قاعد اقول يعني ممكن
تلقينها في المجتمع موجوده. صحيح، وتلاقيه شخصيات استاذ يعني ما اقطع كلامك بالخير، لكن شفنا السيستر اللي هي النيرس، وشفنا بعد هناك البنات المؤدبه والزعلانه والحلوه، والام اللي عندها طفل بعد. لكن هذه كلمين عن القطعه اللي عندي. هذه سيستر عندها طبعا جهاز ضغط وحراره وابره. انا صراحه احب الابره وايد اوكي. دي شهد اللي عطتني احد زملائنا في الاستديو يقول انا فيني ضغط يصير يعني سيستر. احب الموضوع، كلميني عنها. دي شهد اللي اعطتني الفكره، هي بنتي الصغيره. الله هي اللي الله يخليك، هي اللي بتعطيني افكار العرايس. يعني ماما اليوم سوي لي كذا، اليوم سوي لي مدرسه، اليوم سوي لي نيرس دكتوره. فهي كانت تحب السيستر اللي عندها بالمدرسه. حلو. نتكلم على التفاصيل اكثر شويه، المواد والخامات اللي تستخدمينها. اوكي، عن شنو بالضبط؟ انت قلتي لنا ان هي ماده ربل تسخن وتحطها على كره، لكن راح اعطيني اخذ نموذج اخر والنموذج تكلميني عنه. تحبين من عندك ممكن تكلميني عن النموذج اللي البويلي على اللي خارج نطاق العلبه. دي من اول الحاجات اللي عملتها، هي تلبيسه للقلم. يعني حبيت انه اغير مثلا في طبعا الاقلام موجوده طبعا بالسوق يحطوا عليها اشكال مختلفه، لكن انا حبيت شويه اغير يعني. فجات لي الفكره انه اعمل تلبيسه للقلم، ممكن اعملها باي شكل يعني. دي ممكن تنفع للدكتور للطبيب، اعمل مثلا مقلمه عليها الطبيب ودي يبقى القلم معاها. يعني شيء حلو. المواد المستخدمه شنو هي؟ المواد الاساسيه مو بس على اللعبه، اقصد بوجه عام اللي بوجه عام كل العرايس الفوفوتشه تعتمد على كور الفلين. كور الفلين العاديه الشرايح الفوم اللي هو الجلد، فوم الجلد اللي هو ال 2 ملي مش السميك. الفكره الاساسيه فيها انه يعني بطريقه معينه، انه بسخن لدرجه حراره معينه، وبعدين بشد الفوم شويه شويه على الكوره. يعني نفس اللعبه اللي يم القلم الثانيه الاحمر. اي لا الاحمر. ايوه كله انت للراس، وبعدين شنو استخدمت اللي فوق؟ كله بالنسبه للشعر كله بيستخدم فيه الفوم. دي ماده الفوم اللي هو الربل، الفوم الجلد اللي احنا بنعمل منه الستيكرز. الاشكال التعليميه، بس هنا يعني استخدامه بشكل مختلف تماما. تلونينه يعني وتحطي له؟ لا هو اصلا ملون، بيجي ملون. هو الملون هو فيه كل الالوان، بس كل الوانه ساده. حلو. انا كمان يعني انا بعد ما اخذت الفكره وعرفت خلاص طريقه العروسه، بدات اني احط لها ياسات، انه لازم يبقى في تناسب بين الراس والجسم والارجل. يعني عشان على طاري مشاهدين، على طاري ان هي تاخذ قياسات، راح اقول لكم سر قبل شوي، بس راح اتكلم مع استاذه سويت شغله وانت جاهزه روحي استاذه رشا حتى اني اقول لهم كيف بدعتي فيه في اول صناعه. استاذ سعود، عاده الفنون التشكيليه في الكويت يعني لها مجال كبير ما شاء الله، يعني متنوع بين الشباب وبين البنات، لكن مؤخرا لاحظنا ان تقلص كميه شباب الفنانين التشكيليين، بالاضافه ان البنات صاروا اكثر بروزا في الفن التشكيلي، يسوون معارض، يشاركون بلوحات، حتى ممكن ياخذون دورات برا داخل الكويت. برايك ليش هذا التقلص لعدد الشباب؟ هو مو قضيه بس بقدر ما انه ظهر عدد كبير من البنات، يعني انما لا موجودين الشباب يعني. وتوني انا قبل شوي كنت انا في ندوه لمجموعة سامي محمد، مجموعة شبابية، والله ما شاء الله شفت يعني في طاقات جديدة طالعة وفي هذا، فما أعتقد يعني في تقلص على الدرجة هذا. يعني يمكن البنات بدأوا يصيرون نشاط عندهم وبدأوا يظهرون يعني، يمكن وبعدين ترى على فكرة الظاهري ظاهرة ظهرت من بعد التحرير، قبل ما كان عندنا إلا قلة من الفنانات دون الأصابع، لكن بعد التحرير ابتدت تظهر عندنا عدد كبير من الفنانين. لكن هي قضية ان احنا دائما سواء فنانين او فنانات دائما نقيس، احنا نقول المجال مفتوح ولكن تبقى من يستمر او من يتميز. تميز حتى لو ممكن تميز في فترة معينة، ولكن هي الاستمرارية المهمة. حلو. انك انت